والبارح كان عندنا حصة رياضة ما أصلا. كانش عندنا حصة، بس انا ارسلت الواجب اول امبارح وارسلته على، قلت لك على الحصتين اللي قبل كده وراجع خلاص تمام. بعد الحصة هبعته برضو، وهبعت الدخل الواجب النهاردة وتحليه جميل. ماشي يا قلبي، اصل ما فيش حد بعت حاجة من ساعة الحصة، ما فيش حد بعت حاجة على الجروب اصلا. تمام خلاص. انا ان شاء الله هبعته بعد ما اخلص على طول. ماشي. هنحل النهاردة على اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، ونفهم الأسس بشكل أبسط شوية، يعني بشكل أقوى شوية، نجيب ازاي أسس الأرقام، لأن احنا هنستخدمهم في ترتيب العمليات. قلنا أول حاجة في ترتيب العمليات ايه يا يورو؟ ايه الأرث نجيب بعدها ايوه الأقواس بعدها الاسمة بعدها الطرح والجمع. هي الأقواس الأول، لأن لو الأس اتحط على الأقواس فلازم أحط الأقواس الحل اللي جوه القوس الأول وبعد كده حل الأس. تمام. تاني، انت فاهمة يعني ايه اللي انا بقول؟ يعني ايه ازاي نحل الأول اللي جوه الأقواس وبعد كده نحل الأس؟ أيوة يا مين، ماشي يا حبيبتي. هجيب تمارين حالا، هعمل شير سكرين. يبقى انا النهارده هتكلم عن ازاي اجيب الأس، وهتكلم عن العمليات ازاي ارتب العمليات من اول الاقواس لحد الجمع والطرح. يبقى اولها الاقواس، بعد كده الأس، والضرب والقسمة، والطرح والجمع والطرح من اليسار الى اليمين. بيقول لي اكتب القوة للعدد ده، يعني 75% مضروبة في 75% يارا مضروبة في 75% كم مرة؟ 75% دي ضربتها كم مرة في نفسها؟ 5 مرات يبقى 75% أس أس 75%، صح. أس 75% أس كام؟ أس 5، لأن 75% اتكررت 5 مرات. طيب التلاتة على التمانية؟ 3 على 8 أس 3، 3 على 8 علشان التلاتة على التمانية كررت كام مرة؟ 3 مرات. تمام. تعالين بقى نحل تحتيها. هو جايب لي الأس وعايزني أعرف هي بتساوي كام. الواحد على الستة أس اتنين معناها ايه؟ معناها ان السدس ده اتضرب في نفسه كام مرة؟ مين سوى ما ايه؟ طب ليه في رقم بتلون هنا؟ قصدك تحتيه كلام؟ المسائل الـ4 التي بتري عليهم جنبهم رقم لونه ازرق، 11 و13 و10 و12. اه ده رقم السؤال، رقم 10. كان في قبلي أسئلة تانية. يعني ما لناش دعوة بيهم. اه مترقم ماشي، بس السؤال. 45 متتعادش ولا مرة. يبقى بكام؟ أي حاجة قص صفر يا رب واحد، واحد أي حاجة يا مس قص صفر بواحد. اه لو أنا قلتلك كده يا رب قص صفر بواحد، واحد يبقى أي حاجة أس صفر بإيه؟ بواحد. ماشي. بواحد يتعد واحد يعني، ولا يفضل على خمسة طول هو ولا أي حاجة في الدنيا، مثلا 5000، مثلا 543، أس صفر بكام؟ بواحد. واحد؟ أيا كان مين هنا، طالما في أس صفر يبقى واحد الإجابة. تمام. تمام. تعالي نحل اللي بعديها بقى. الواحد على الستة متكررة مرتين، يعني واحد على الستة ضرب واحد على الستة، صح؟ اللي هي تساوي ايه؟ هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام. واحد في واحد، وواحد 6 في 6. 35 ممتازة ايوه. طيب تعالي نكمل. الواحد من 10 متكررة كم مرة؟ هي قص كام؟ ايه؟ الواحد من 10، واحد جزء من 10 اتكررت كم مرة؟ مضروبة في، هنضربها في نفسها كم مرة؟
واحد جزء من 10 قصة تتكرر 5 مرات. يعني هنضرب الواحد من 10 في نفسه مرات5 مرات. ما ينفعش تقولي لي واحد من 10 يمس في 5، تبقى غلط. لا، ده انا هضرب واحد من 10 في واحد من 10، واللي يطلع اضربه في الواحد من 10، واللي يطلع اضربه في الواحد من 10، وهكذا. تمام، بس واحد من 10 في واحد من 10 الاول، واحد في واحد بواحد. طب العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقمين، يعني هحط زيرو واحط الصفر. تمام، صح مش بعد كده فاهمك. هاخد الواحد من 100 يارا هضربها في الواحد من 10 اللي بعديه. طب الواحد من 100 دي لما تتضرب في الواحد من 10 هتديني كام؟ او الواحد في واحد بواحد، والعلامة هنا بعد 3 ارقام، يعني هحط صفرين وراح حاطه البوينت واحط ايه؟ زيرو. مش احنا قلنا في الضرب لما بيبقى فيه علامات بشوف هنا العلامة بعد كام رقم وهنا العلامة بعد كام رقم واروح حاطه العلامة؟ نيس أنا مش فاهمة برضه. واحد من 100 لما اضربها في واحد هنزل الواحد واحط العلامه بعد كام رقم يا يارا؟ هنا العلامه بعد 3 ارقام وهنا العلامه بعد رقم، يبقى انا المفروض احط العلامه بعد كام رقم؟ بعد 4 ارقام، لان هنا بعد رقم وهنا بعد 3، يبقى 3 و1 4، يبقى انا هحط ال3 اصفار بوينت زيرو علشان تبقى العلامه بعد 4 ارقام. فاهمه انا بقول ايه؟ نيس، هو ليه أصلا حركة العلامة العشرية ومفيش رقم نضربه لسه؟ دي احنا نضربه في لا، نفسه. تاني تاني، مش انتي هتضربي الواحد من 10 في الواحد من 10؟ اضربي عادي ولا كأنك شايفة العلامة، واحد في واحد مش بواحد يا يارا. طب العلامة عندك كده هنحطها بعد كام رقم؟ بعد رقمين. ليه؟ لأن هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، يبقى احط العلامة بعد رقمين، فاحط زيرو والبوينت والزيرو. تمام، اكتبيها لي عشان افهمها. اكتبيها لي، ايه اكتبيها عشان انا مش فاهمة برضه. هو انا مش كاتبه؟ لا طب قولي لي كده من بدري، انا عماله اكتب والله. مش ظاهر لي حاجة. ما هو بقى علق، قولي لي بقى يا مس مش اكتب لي. بصي لما تلاقيني بتكلم كده معناه ان انا بكتب، ماشي؟ قولي لي يا مس هو بيكتبش. تاني، لما اقول الواحد من 10 هضربها في الواحد من 10، تمام؟ تمام، اضربي واحد في واحد بإيه؟ بواحد. بواحد. طيب العلامة هتتحط بعد كام رقم؟ بعد رقمين. ليه؟ لأن العلامة هنا بعد رقم واحد والعلامة برضو هنا بعد رقم واحد، يبقى العلامة المفروض تتحط في الآخر بعد رقمين، فهحط زيرو واحط العلامة العشرية بتاعتي، يبقى أنا كده حطيت العلامة بعد رقمين، واحط هنا زيرو في خانة الإيه؟ الوحدات، اللي هي الأعداد الصحيحة عشان ما عنديش رقم. تمام. عارفة زي ما أقولك مثلا يا يارا 2 من 10 في 3 من 10، هتضربي عادي 2 في 3 ب6. طب العلامة هتحطيها بعد كام رقم؟ بعد رقمين، فهحط مين زيرو وبوينت زيرو. أصلا تمام، كنت قبل ما تكتبي قصدك على 12، حط عندها العلامة العشرية، فما كنتش فاهمة فانتي كتبتي وفهمت. ماشي يا قلبي. يبقى انا كده هكتب الواحد وهحط جنبيه 4 اصفار عشان في الاخر العلامة المفروض تبقى بعد 5 ارقام، لان الخمسة دي الواحد ده هيتكرر 5 مرات. تمام، تمام. قلنا اي حاجة اس صفر بايه يا يورا؟ ايه اي حاجة اس صفر، اي يورا اس صفر، اي حاجة اس صفر. يبقى واحد. شطورة، ماشي. طيب هنا قلنا خلاص الواحد على دي، بيبقى واحد في واحد بواحد، وستة في ستة بستة وتلاتين. اللي بعدها السبعة تتضرب في نفسها 3 مرات، يعني 7 في 7 في 7. طيب 7 في 7 ب49. طب 49 بقى لما اضربها في 7، 9 وربع. يعني اضرب 49 في 7 كده، ايه نضرب 9 في 6؟ 7. ايوه، التسعة في 9 في 7 ب63، 3 ومعايا 6، ونضرب الأربعة، في 7 نضرب الأربعة في 7 برضو. ب28، 28 وكان معايا 6،
تبقى 34، يبقى الناتج 343. في أي حاجة صعبة الكلام ده؟ اه بس انا عايزة سؤال بس، قولي يا حبيبي. وليه اصلا ضربنا ضربنا اسمه ضربنا 4 في 7، ضربنا 49 في 7 تاني ومفروض بصي كده، انا ضربت الاول السبعة في سبعة ب 49 صح؟ ايوه فاضل 49 اللي طلعت من الاتنين دول اضربها في السبعة التالتة دي، السبعة التالتة دي ما ضربناهاش لسه، تمام. فخدت 49 كده ناخدها على جنب ونضربها في السبعة، ونقول سبعة في تسعة ب 63، تلاتة ومعايا الستة، سبعة في أربعة ب 28، تمانية ومعايا 20 وكان معايا ستة، يبقى 34. أنا بيكون في مسألة زي كده عدد كبير وعدد صغير بتلخبط فيها قوي. لا هي سهلة، بتاخدي اللي تحت الصغير ده وتضربيه فوق هنا وبعد كده تروحي ضرباه هنا. بيكون في عدد لغة 6 خط وبعدين كده فبتلخبط صح. شوفي تمام ازازة هي لو تملاها لها البوتل بتاعتها، في ازازة في الارض يخلي بابا يملك لك البوتل. ماشي يا يارا، تمام مفهومة يعني ولا اقول لك مسألة زيها؟ هما ماشي يا قلبي، تعيش غير. هو ايه بتطلع بالعافية ليه؟ يو ماشي يا يارا، معلش هجيبها تاني. عندك السكرين باينة؟ احنا لسه حلينها اللي احنا حليناها. موجودة قدامك صح؟ ماشي يا قلبي. انا اصريت اجيب لك على الاسس علشان المعلومه تثبت في دماغنا، والحمد لله اللي انا لقيت مصدر اجيب منه اسئله يعني. ومتأخرة في الكتب كده ليه؟ يعني استنيت ينزلوا الكتب، أنا عايزة مبعرفش أذاكر من على التليفون. أنا مش عارفة تذاكري من التليفون؟ يا رب والله يا يارا، احنا عايزينهم اصلا ينزلوا الكتب قبليكم والله. خايفة يتأخروا أكتر، ده أنا أبدأ يكون غايز في نص الدراسة أصلا. لا ما ينفعش اصلا، ما هو المفروض ينزلوا في وقت بحيث ايه، لازم هتنزل كده كده في اول الدراسة، ما ينفعش ما تنزلش. اما احنا هنشرح منين وهتحلوا منين وتطبقوا ازاي وهتمتحنوا على ايه، ما ينفعش. حتى كتاب المدرسة اللي نزل ده على فكرة بيتعدل، مش هو ده هو هو، مش هيبقى نفس الحاجات، في حاجات كتير غلط. بعيدة يلا حبيبتي، هنا الأربعة على 4.5 مضروبة في 10 أس 4، يعني إيه مضروبة في 10 أس 4؟ ال10 أس 4 دي اللي هي 10 في 10 في 10 في 10، يعني 4 10 صح؟ ايه في البيت؟ اه في البيت. لا مش بضرب 10 في 4 ب 40، لا العشرة مضروبة في نفسها 4 مرات، يعني الصفر ده متكرر 4 مرات يعني 10,000. ايه ده دي ده ميس المفروض تضرب 10 في 10 في 10 في معلش انا أيوة، ما انت لما تضربي 10 في 10 في 10 في 10 هننزل الاصفار اللي عندي ونقول 1 في 1 ب 1 صح؟ معلش انا لسه انا بعمل بالذات يا نور، نور مش هتاخدي قلم. لا نور مش هتاخد قلم،
الأقلام هناك في الحضانة. ماشي يا قلبي، يلا نضرب 10 آلاف في 4.5. الأربعة في 10 آلاف يبقى حبيبي طالما انا بضرب بحرك العلامة ناحية اليمين، الضرب يمين القسمة شمال، تمام؟ دي احفظيها قاعدة، انا لما بضرب بتحرك ناحية اليمين، لكن لو بقسم هتحرك ناحية الشمال. ليه؟ لانه أحرق. بالطبيعي كده، بالطبيعي يا رب، مش انا لما بضرب العدد قيمته بتزيد؟ ايه؟ مش انا لما بضرب قيمة العدد بتزيد؟ اه بس فالفكرة كده، عشان كده انا لما بضرب بحرك العلامة ناحية اليمين، فحركها قد ايه؟ هحركها 4 خطوات، تمام؟ اشمعنى هتحركيها 4 خطوات بس؟ عشان انا بضربها في 10 آلاف، وال10 آلاف فيها 4 تصفار. تمام، يلا ادي يا مس العلامة اهي، يبقى هتيجي خمسة كده بعد وربع. 5، يبقى كده اتحركت رقم 1، صح؟ اه طب الرقم التاني هحط مكانه 0، طب الرقم التالت هحط مكانه برضه 0، الرقم الرابع برضه هحط مكانه ايه؟ 0. وبعد كده العلامة هتتحط، يعني الأربعة نزلت، العلامة خلاص اتحركت مش موجودة بعد 5، تمام؟ حطينا 3 أصفار عشان العلامة تتحرك بعد 4 أرقام، وبعد كده العلامة هتيجي، تمام يا يورو؟ تمام. لو قريت الرقم ده هتقريه كام؟ 45 ألف، صح؟ يعني الأربعة ونص لما اتضربت في 10 آلاف عطتني 45 ألف، يبقى قيمتها زادت ولا لأ؟ يبقى أنا بحل صح، يبقى أنا طالما ضربت والعدد قيمته زادت يبقى أنا حليت صح. البوينت اللي هنا دي ملهاش لازمة، فممكن ما تكتبيهاش. اي بوينت لو حطيت أنا هنا بوينت هنا زيرو، الكتابة ظاهرة قدامك ولا لأ؟ يعني مش بعد ما نضرب ال 45 في 10 آلاف تكون 45 ألف، نحط النقطة تبقى في مثلا لو في الامتحان نحط النقطة النقطة. كانت هنا، بصي يا يارا، النقطة كانت في الحتة دي، صح؟ اه أنا بقى حركتها، يعني نقطة بدل ما كانت هنا رحت محركاها 4 أرقام، 1، رحت حاطة 0 2، 0 3 4، ورحت حاطة البوينت تاني، يبقى هي أصلا في الأساس كانت هنا، رحت أنا محركاها هنا، يعني أنا شلتها أصلا من هنا، مشيتها. تمام. راحت فين؟ راحت ورا خالص هنا. طب ورا خالص هنا ليها لازمة؟ لا، هو الرقم أصبح 45 ألف برضه، يعني ولا كأني حاطة بوينت، تمام؟ تمام. يلا اللي بعديها. هنا هنحرك العلامة كام خطوة ناحية اليمين يا يارا؟ أنا بضرب في 10 أس 6، يبقى هحرك العلامة 6 خطوات، تمام؟ 10 في 10 في 10 في خلاص بقى 10 مش لازم بقى، انا فهمت ان 10 أس 6 معناها ان ان هنا في 1 وجنبيه 6 صفار، يعني مليون، صح؟ اه فانا عايزه اضرب في المليون، يعني انا هحرك العلامه 6 خطوات، اللي هو الاس اللي فوق، زي ما كان هنا في اس 4 فحركت العلامه 4 خطوات، هنا في اس 6 فحرك العلامه 6 خطوات، تمام؟ تمام، يبقى يلا كده 1 مليون. 1، اتنين نحط 0، 3 نحط 0، 4 نحط 0، 5 نحط 0، 6 هنحط 0، وبعد كده نروح حاطين البوينت. تعالي نكتب الرقم كده، اولا الزيرو ده ملوش لازمة هنكتبه برضو، البوينت خلاص مشيت، يعني 6 هتتكتب على طول. وكم صفر دول؟ ادي 1 2 3 4 5 اصفار، 1 2 3 4 5، وبعد كده البوينت جت هنا وزيرو. طيب تعالي نشوف مين اللي ليه لازمة ومين اللي ملوش لازمة. الصفر اللي خالص. في الآخر ده ليه لازمة؟ لا يبقى لا هشيله. البوينت والزيرو دول ليهم لازمة؟ اه هيفرقوا لي في الرقم، يعني الرقم ده لو جيت قرأته هو 600 ألف، صح؟ ايوه طيب هيفرق لي الزيرو والبوينت دول؟ مفروض. اه يعني كده لا يبقى مش مليون. هيفرقوا. الزيرو البوينت ده يفرق امتى؟ لو كان في ورا البوينت ده هنا في رقم 2 مثلا، 2 من 10، لكن ده 0 من 10 ملوش لازم، فهماني؟ اه يعني مع شوية خليته ملوش لازمة. اه، يبقى 600 ألف، ماشي؟ ماشي، الكتابة ظاهرة قدامك؟ بس يا ميسي انت كتبتي غلط، لأنه انت كتبتي العلامة العشرية
بعد 5 أرقام مش 6 أرقام. لأ، ما هي الستة دي رقم منهم. طب تعالي تاني، مش البوينت كانت هنا يا يارا؟ تعالي نعد تاني وتتأكدي. البوينت كانت قبل الستة، ادي كده 1، ادي 2، 3، 4، 5، 6. ما هو تمام. الستة دي رقم منهم، انا حطيت 5 اصفار بس كان في ستة اصلا، يبقى الستة دي رقم السادس. تمام، تمام. يلا يا جميلة. يلا يا جميلة. أي حاجة أس صفر بإيه؟ 10 أس صفر بإيه؟ أي حاجة في واحد. الدنيا أس صفر بواحد. يبقى إذا 3.4 من 10 لما أضربها في الواحد هتديني إيه يا يارا؟ اديني ثلاثة وأربعة. بوينت 4 من 10، هي هي صح؟ ما أنا ما عملتش فيها حاجة صح؟ ماشي، في أي حاجة من دول مش مفهومة أعيدهم تاني؟ لا بجد بجد اي حاجة عايزاني اعيدها تاني هعيدها لك، مش مشكلة، اهم حاجة تكون مفهومة. مثلا يعني لو في حاجة أقول لك أنا طول البو. ماشي يا ولد، ماشي يعني خلاص اطمن يعني انك هتقولي في اي وقت. صح. إن شاء الله. ماشي، بصي دول اللي هبعتهم لك واجب يا يارا، دول ماشي. ايه؟ اللي احنا حليناهم دول. لا دول غيرهم. بصي كده، ظهرت عندك الشاشة ولا لسه؟ لا جديدة. ماشي، هجيبهالك تاني يا جميل. محمد شكله مش بيعرف يصحى بدري. ها، ظهر كده يارا قدامك ايه ده؟ تمام، ده كده ان شاء الله يبقى واجب. ماشي، تمام. اخدوا بس سكرين شوت مش اخر سؤال ده عاجباكي. هتعملي فيه ايه يا يارا؟ هتاخدي الرقم ده وتخليه اس 3، لو ان هو بيقول لك حجم المكعب اس 3 يعني هتضربيه في نفسه 3 مرات، وتاخدي الرقم ده برضو وتضربيه في نفسه 3 مرات. تمام، وتشوفي مين فيهم الكبير. هو بيقولك ده حجم الشباك الصغير وده حجم الشباك الكبير، قصدي المخزن ده. فانتي عايزة تجيبي حجم ايه؟ باين قوي ان 8 اكبر اصلا لوحدها. ماشي، هو بيقولك بقى هاتي الحجم لا الدكتور مش بيقولك مين الاكبر، بيقولك هاتي الحجم بتاع المخزن الصغير والحجم بتاع المخزن الكبير وتروحيهم من بعض، عايز الفرق ما بينهم. يعني بعد ما تجيب تضربي دول وتضربي دول هيطلع هنا رقمين تطرحيهم من بعض. تمام. نطرحهم مع بعض في ايه اللي هو تطرحيهم من بعض يعني بعد ما تضربي 6.5 في نفسها 3 مرات وال8 في نفسها 3 مرات هيطلع لك مثلا دي ب100 والتانية ب200، تطرحي 200 ناقص 100 100، وهكذا. مش هيطلع نفس الأرقام دي يعني، بس فرضا يعني. ماشي. تعالي نحل بقى على العمليات، ترتيب العمليات. تمام. أول حاجة يا يارا بنحل الأقواس. ماشي، ليه؟ تعرفي ليه الأقواس الأول اللي ببدأ بيها؟ عشان علشان فرضا كده لو جابلك قوس، ماشي، 5 ناقص 2 أس 3، هينفع تبدأي بالأس قبل ما تطرحي يا يارا؟ ايه؟ مش هينفع، لا. مش هينفع صح؟ فعشان كده قلنا نطرح الأول وبعد كده ناخد الأس. يبقى أنا بحل الأقواس الأول، يبقى تاني الأقواس الأول وبعدين الأس، الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين، وآخر حاجة إيه يا يارا؟ الجمع أو الطرح من اليسار لليمين. ماشي يا جميلة، كتبتيهم ماشي. يا يارا، اكتبيهم عشان ما تنساهمش. الأقواس، الأس، ضرب الضرب بعد او الطرح. الضرب صح أو القسمة، وبعد كده الجمع أو الطرح. يلا نحل الأولانية. أول حاجة الأقواس، هطرح 6.7 من 10 ناقص 3.1 من 10. بنطرح الأول الخانة اللي هي على إيدك اليمين، اللي هي خانة الجزء من 10،
فبطرح ماشي. الأول 7 ناقص 1 6، قابلت البوينت بنزلها، وستة ناقص ثلاثة بثلاثة، يبقى الإجابة كام؟ 3.6. تمام تمام. كده، انتي حليتي اللي جوه الأقواس. أبدأ بعد كده أحل الأس. 5 أس 2 معناها إن الخمسة مضروبة في نفسها كام مرة؟ خمس مرتين. يعني 5 في 5 يبقى 25. زي الفل. تعرفي تجمعي لي بقى 25 زائد 3.6؟ بنجمع ازاي؟ هي اصلا 25 ما فيهاش بوينت يا يارا. فكنا بنعمل ايه؟ بنروح احنا حاطين بوينت كده على اليمين، لان البوينت على اليمين ملوش لازمه. لكن ما ينفعش ال 25 مكتوبه كده تروحي حاطه لي البوينت هنا على الشمال، غلط. انت كده تبقى غيرتي الرقم وخليتي الرقم في الاجزاء، يعني الرقم صغرتيه. لكن انا هسيب الرقم زي ما هو في الوحدات، واحط 0 هنا علشان هنا مفيش عندي. ليه بقى حطيت 0؟ عشان هنا في خمسة جزء من 10 في رقم، فانا عايزه برضو يبقى هنا في رقم، فحط 0. تمام، لو كان هنا في رقمين كنت حطيت هنا 0 يا يارا، لو في تمام. 3 كنت حطيت 3، وهكذا. يبقى فهمنا انا بحط البوينت فين؟ جنب ال 25 من اليمين، ما ينفعش تحطي لي وراها، لا ده انت كده اسمه لو حطينا وراها كده تبقى دي اسمها 25 جزء من 100، يبقى انت غيرتي في الرقم صح؟ بس اسمك سؤال مش اسالي كده. يا ماما. عندنا مسألة زي دي، إن هي تلاتة زي اللي هي في علامة عشرية ورقم أس ودرجناه وطلعنا له 10 آلاف. المفروض اللي احنا نشيل العلامة الأول الرقمية هتكون 63 ونحركها مرتين مثلا عشان 25 رقمين. قولي لي السؤال وانا اكتبه، انا مش فاهمه الصراحه قصدك. ميس، في سؤال احنا حليناه كان فيه 10 آلاف مع 10 آلاف ناتج من الأس مع هي كانت تلاتة 1 من 10 مضروب مع مثلا في 10 أس 5 في 10 أس 4 اللي هو 10,000، ده صح؟ بس كان فيه هنا 4 بقى، فحطينا الأربعة خليناهم 54، خليناهم 54 بدل 54 ألف. بصي، انا مش بعمل حاجه يا يارا غير ان انا بحرك علامه، يعني فرضا ان هي 45 زي ما انت بتقولي، انا مش فاكره الرقم اللي انت بتقوليه، مضروب في 10,000. بعمل ايه؟ العلامه هنا اهي، فهبدا احرك العلامه 4 خطوات ناحيه اليمين. ليه؟ لان هنا في 4 اصفار، انا بضرب في 10,000، فادي 1 ادي 2، احط 3 3 0، احط 4 0، والعلامه تيجي بعديهم، يعني هتبقى 45 0 العلامه. طيب العلامة هنا يا مس ليها لازمة؟ لما أحط هنا علامة ليها لازمة؟ لا، لأن الرقم لو قرأته هو 4,500 زي ما هو. لكن إمتى العلامة بتفرق يا يارا؟ لو مكتوبة كده هنا الناحية دي، فدي معناها 45 جزء من 100، لأن ال 45 أنا عندي هنا خانات اسمها خانات الأجزاء، والبوينت العلامة العشرية بتفصل بينهم، وهنا عند الحتة دي في خانات الأعداد الصحيحة. فانا ما ينفعش اغير قيمتها من ال 45 جزء من 100 وتقولي لي يا مس لا اصل انا مش عجباني البوينت والصفر على الشمال، غلط. لا، ما ينفعش تشيليهم. لو الصفر والبوينت على الشمال ده قيمه الرقم صغيره، يعني ده نص. لو انت بقى شلتي لي البوينت والزيرو بقت 5، يبقى انت كده غيرتي من قيمه الرقم. لكن لما هي اصلا تبقى 5 كده، وانت قلتي اصلا مش عجباني البوينت والزيرو وكتبتيها 5، طب ما هي دي اصلا هي ما دي 5 ودي برضو قراتها 5. لكن لما ميس، اكتبها كده 5.0 تبقى دي 5 جزء من 10، فما ينفعش تغيريها لي، فاهماني؟ انت فهمتي غلط. ثانية واحدة بس، انت اللي عملته. العلامة يا قلبي، العلامة على اليمين ملهاش لازمة، العلامة لو على الشمال ليها لازمة طبعا، ده نص، لكن دي 5 بس. انا قلت يا ميس كان في 10 آلاف مثلا، 10 آلاف هجيبها لك يا يارا. أيوة. فاحنا ليه اصلا ما عملناش نفس الحاجة هنا؟ مش ده برضو قص في رقم احنا المفروض ضربنا الخمسة في نفسها، 5 في 5، انت عايزة تضربيها في 10,000؟
لا بعد ما خلصنا المسألة طلع انه في 25، ما خمسة 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 يا حبيبتي، هنا القص محطوط على الخمسة، التانية القص كان محطوط على العشرة. ثواني ما عشان يزيرو، فبنعمل كده لما يجي يزيرو يا ماما، لا ده كان رقم مضروب في العشرة، ده كان رقم مضروب فيه، ده كان فيه رقم تاني مضروب فيه يا يارا. هو مش بيقول لي الخمسة من عشرة دي هي اللي قص أربعة، لا ده العشرة هي اللي قص أربعة، فمعناها العشرة قص أربعة إنها ب10 آلاف. خدت بقى أنا ال10 آلاف دي ضربتها في الرقم اللي جنبيها، مش هضرب الخمسة دي من عشرة في نفسها 4 مرات، لا هو القص مش محطوط عليها، القص محطوط على من على المحطوط على العشرة يا يارا، فهمتي؟ أيوة يا ميس، فاهمة. ثواني يلا يا يا ميس، جبال، ثواني ثواني يا جبال، اهي بص حبيبتي، هنا القص محطوط على العشرة مش محطوط على الأربعة ونص، مش محطوط هنا، لو كان محطوط على الأربعة ونص كنت ضربت الأربعة ونص ده في نفسها 4 مرات، هو مش محطوط عليها يا حبيبتي، مش حاطط لك هنا قص أربعة. أنا عارفة طب يا هو ميس، حاطط القص أربعة على مين؟ على العشرة، فأنا معناها إن القص أربعة محطوط على عشرة، معناها إن العشرة ضربتها في نفسها 4 مرات، عشرة في عشرة في عشرة، هو بقيت اللي هي 10,000. بكام؟ اللي هي ب10 آلاف، فشلتها وحطيت مكانها 10 آلاف. بعد كده بقى هضرب الأربعة ونص دي في ال10 آلاف، فلما أضرب لحد الأربعة ونص في العشر تلاف أحرك العلامة ناحية اليمين كام خطوة؟ 4 خطوات، أدي 1 2 أحط 0، 3 أحط 0، 4 أحط 0، بعد كده تيجي العلامة. يعني العلامة كانت بعد الأربعة، أربعة. هتبقى العلامة بعد الزيرو هنا. العلامة كانت فين يا يارا؟ العلامة كانت كتبت هنا، كتبت العلامة كانت هنا، هتروح هنا بعد 4 تركاب بس. يعني هي مشيت من هنا راحت هنا، طب العلامة هنا ليها لازمة؟ لا ليه؟ لأنك لو قرأت الرقم ده اسمه 45 ألف، فملهاش لازمة، لأن الرقم ده كده برضو محطوط في خانة الوحدات الأعداد الصحيحة. ماشي، بس انا عارفه قصدك، بس ليه برضه ما عملناش كده هناك؟ قال ده لما يكون في اصفار بس محرك العلامه العشريه، يعني ايوه لما نضرب في اصفار، ما هي الاصفار دي اللي بتخليني احرك العلامه، اللي هضرب في 10 او 100 او 1000، ما احنا خدناها السنه اللي فاتت. عايزه اقوله من الاول، ليه المره اللي فاتت حركنا العلامه والمره دي لا؟ تمام يا بس كده انا فهمت. ما هي اصلا انا في ال 25 ما عنديش علامه والله، ده 5 في 5 في 25 ما فيش علامه اصلا، صح؟ لفت معاكي ليه؟ فاهم، فاللي جنبها ده عملناه عارفة ازاي؟ زي لما اقول لك يا يارا 2 ونص قص 2، معناها ال 2 ونص دي هتتضرب في نفسها مرتين، او مثلا خلينا رقم اصغر، لما اقول لك 2 من 10 قص 2، معناها ال 2 من 10 دي هضربها في نفسها مرتين. طب ما هي 2 في 2 ب4، العلامة هحطها بعد كام رقم؟ بعد رقمين، لان انا لما بضرب علامات بعد هنا العلامة بعد كام رقم، وهنا العلامة بعد كام رقم، وفي الاخر احط العلامة بعد رقمين. تمام، ايه ده، ما يكون في زيرو بس في الموضوع. اي ان شاء الله. نكمل، 5 في 5 في 25 زائد، قلنا دي طلعناها بكام؟ ب3.6، صح؟ طيب عايزة بقى اجمع 3.6 مع 25، هنحط البوينت وهحط هنا 0 عشان اساوي الاجزاء، واجمع 6 زائد 0 هو هي 6، انزل البوينت، 3 زائد 5 8، والاتنين دي تنزل، يبقى 28.6. يلا نحل اللي بعديها، يلا يا رأي اجمعي معايا، 3 زائد 2 3 زائد 2 5، و5 زائد 8. لا ما تنسيش تنزلي البوينت الأول قبل ما تجمعي الرقم التاني، أول ما تقابلي البوينت تنزليها، تمام، 5 زائد 8 5 زائد 8 ب 13. يبقى 13.5، هقسمها على الخمسة. فاكرة القسمة ولا لأ؟ بقى نقسمها على 5. اه فاكرة القسمة؟
تعالي نقسم قد 13.5 على 5. هنعمل ايه يا يارا؟ هناخد اول حاجة نشوف اقرب حاجة لل13. 2 في 5 ب10، يعني 3 في 5 ب15 ما ينفعش اخدها واطرح. 3 ناقص 0 0، قصدي 3. 1 ناقص 1 0. البوينت قابلتها ما بنزلهاش، برفعها فوق وبعد كده بنزل اللي عليه الدور مين هنا؟ الخمسة. واسأل نفسي كام اضربه في 5 يديني 35؟ 7 في 5 ب35 واطرح. خلاص كده المسألة خلصت، يبقى الإجابة اتنين. أنا عارفة حاجة تتكلمي بسرعة، تكلمي انت بسرعة. مش عارفة الاسم صح؟ انا بشرح الاسم، حليتها بسرعة لانك خدتيها السنة اللي فاتت. نسيتها ايه نسيتها. نسيتيها؟ هي القسمة من الحاجات اللي مش بتتنسي، يعني انا فاكراها من ساعة ما اخدتها في رابعة ابتدائي. بصي يا ستي، بعمل ايه يا يارا؟ اول حاجة بنكتب المقسوم جوه والمقسوم عليه بره، يعني هكتب 13.5 اللي انا جمعتهم دي جوه هنا لانها دي اول رقم مكتوب، يبقى هي دي المقسوم. طيب مين المقسوم عليه هنا يا يارا؟ اللي هي الخمسة، بكتبها هنا بره. تمام كده؟ تمام. بعمل شرطة كده لان الحتة دي اللي انا هكتب فيها جدول، جدول مين؟ خمسة. يعني مرة هضرب الخمسة في واحد بخمسة، خمسة في اتنين. طب وانا هكتب كل الجدول؟ لا، انا ما بحب بس ان انا اكتب كل الجدول، اما اللي هكتب ايه؟ هكتب اللي انا احتاجه. يعني ايه يا مس؟ يعني انا دلوقتي هاخد الاول، بمشي القسمه من الشمال، هي دايما القسمه كل حياتها شمال، من الشمال بتبتدي بالشمال. لو ابتديت الواحد ما ينفعش نبدا بالواحد، ليه؟ لان الواحد اصغر من الخمسه اللي انا بقسم عليها، فبالتالي طالما ما ينفعش الواحد فباخد الثلاثه اللي جنبيها تساعدها، فاصبح الرقم ده كبير 13. يبقى طالما الرقم اللي هنا ده خدته اكبر من الخمسه خلاص، يبقى انا الاول باخد اول رقم ما ينفعش، باخد اللي جنبه يساعده. تمام يا يارا؟ يعني ميسي احنا خدنا الواحد مش التلاتاشر كلها، قسمناها على الخمسة الأول. ايوه، اخدت الواحد على الخمسه فما ينفعش لان الواحد اصغر من الخمسه، ما ينفعش يقسم الصغير على الكبير. خدنا فقلت الواحد تلاتة، هاخد مع مين يساعده؟ خدت مع التلاتة، يبقى أصبح 13 هقسمها على الخمسة. ده ينفع ليه بقى؟ لأن التلاتاشر أكبر من الخمسة. ماشي؟ هدور بقى هنا في جدول خمسة لحد ما ألاقي التلاتاشر أو ألاقي رقم قريب منها. فلقيت 5 في 2 ب10، 5 ضرب 3 ب15. أقف لحد هنا لأن أنا كده عديت التلاتاشر، مش إحنا عايزين التلاتاشر؟ ايوه يبقى ناخد الاثنين، رقم ناخد الاثنين. الصغير، هناخد اللي اصغر من ال 13 هنا ما بين ال 10 وال 15، انا باخد الصغير يبقى هاخد الاثنين. ف2 في 5 بكام؟ هنا كأن في علامه في صغيره. 2 ضرب 5 ب 10، اكتبها تحت ال 13. وبعد كده اعمل ايه يا يارا؟ اطرح الثلاثه، لما اطرح منها صفر تنزل هي هي الثلاثه، والواحد لما نقص منه واحد يديني ايه؟ صفر. تمام؟ طيب انا عايزه انزل اللي عليه الدور، يعني في رقم هنا اهو عليه الدور، بس قبل الرقم كان في علامه عشريه صح؟ العلامه دي قابلتها طلعيها فوق مكانها، ما بتنزلش تحت، لا بتطلع فوق. يبقى لو قابلنا العلامه بنطلعها فوق يا يارا. تمام. بعد كده هنزل الخمسه اهي، لان الخمسه دي اللي عليها الدور. أصبح الرقم ده 35، ينفع يتقسم على الخمسة؟ اه، لأن 35 أكبر من الخمسة. مش هدور المفروض بقى على الخمسة؟ إيه؟ مش المفروض الأول نقسم الخمسة على الخمسة ويطلع لأ، لنا ما أنا بالظبط؟ عندي